والبداية مع الخبر الأول، حيث حقق موسم الرياض 2021 أول منجزاته هذا العام بحفل افتتاح استثنائي حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 250 ألف. وخاطب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ الجمهور في حفل الافتتاح، مقدما الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمهم اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض. في مقامات خلال الحفل أكثر من 2760 طائرة درون بالتحليق في سماء الرياض لتشكل صورة خادم الحرمين الشريفين وأخرى للأمير محمد بن سلمان. يذكر أن الحفل ضم عددا من الفعاليات المحلية والعالمية، إذ انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة أنارت سماء الرياض بالتزامن مع مواقع أخرى في العاصمة الرياض، إضافة إلى عدد من العروض الحية وعروض رقصة السامري وعروض العربات وعرض الرجل الطائر. في تفاصيل خبرنا الثاني، أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية مبادرة بخدمتكم، التي تهدف إلى استقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ودفع العربات اليدوية في صحن الطواف والمسعى. وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية المهندس أمجد الحازمي أن وكالة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية ممثلة في الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية استعدت في وقت مبكر لتوفير العديد من الخدمات التطوعية التي تسهم في راحة قاصدي المسجد الحرام، من بينها توفير المظلات والهدايا والخدمات التي يحتاج إليها كبار السن وذوي الإعاقة. وإلى آخر أخبارنا مشاهدينا، حيث أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقتها للخط العربي دوليا، والتي تنظم برعاية سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، وذلك بهدف تعزيز حضور اللغة العربية مع المحافظة على فن الخط العربي وتعزيز ثقافته لأجيال المستقبل بالتزامن مع عام الخط العربي 2021. وتستهدف النسخة الثانية من المسابقة شريحة أوسع من النسخة الماضية، وذلك من خلال إتاحة المشاركة لكل المهتمين بالخط العربي ومجالاته من مختلف دول العالم للتنافس في أربع خطوط تشمل خط الثلث الجلي وخط الثلث العادي، إضافة إلى الخط الكوفي ونص خط الجلي الديواني.